وانطلقت الشوط الأول. سباق أول كينطلق الآن جائزة فيلاج ستار. 8 مشاركين، انطلاقة جيدة بالنسبة أظن أنا اللي رقم 6 حكمتي من أجل وسط تقدم ديال رقم 3 جيسون، من أجل الخارجية هناك رقم 7 نبلة، ثم كذلك أقصى اليمين كنتابعو رقم 4 أورازي دو جرين، من أجل الوسط مازال في المرتبة الأولى رقم 2 فاروق أوازيس. مازال تقدم ديال رقم 2، ثم كذلك أنا رقم 5 محاولة كذلك من جانب رقم 3 جيسون، من جهة الحاجز كنتابعو رقم 5 زورق. في اكيد في الامتار الاخيره لحد الان تقدم ديال رقم 2 فاروق وزيزي كي يتقدم الان في المرتبه الاولى رفقه كل من زورق رقم 5 ثم جيسون رقم 3، بينما محاولات ديال الراكب عبد الرحيم في الظل العوده في هذا السباق بين الجهه الخارجيه انطلاقه جيده بالنسبه لجيسون. الان كنشوف انطلاقه ديال فاروق وزيز رقم 2 محاوله اللي هي الفوز بعد المسابقه، انطلاقه بكذلك من جهه الحاجز بالنسبه لرقم 6 اللي كينطلق من جهه الحاجز. فهنا كنشوف فاروق وزيز رقم 2 ينطلق، فاروق وزيز في انطلاقه ممتازه وعبد الرحيم في الظل في محاوله اخيره لانطلاق في الامتار الاخيره من اجل الخارجيه. انا كنشوف انطلاقه ديال رقم 2، انطلاقه ديال رقم 2 اظن ان فاروق وزيز غادي يفوز بهذا السباق. عوده متاخره لعبد الرحيم في الظل ما كتخوش ليه الفوز، وبالتالي الفوز لجواد خياط في هذا السباق. جواد خياط كيتفوق رفقه رقم 2 رقم 4 اورازي دو جرين في المرتبه الثانيه. اذا هذا هو ثنائي المقدمه، غنتظروا اللحظات باش تشوفوا نتائج الوصول المؤقت لهذا الشوط الاول.